تعد الدائرة الأولى هي نقطة الانطلاقة الرسمية لنشاطات النواب التي تتمثل في توضيح مخرجات المنتدى الوطني الشامل الذي نظم مؤخرا في القصر 15 من يناير. لذا اجتمع كل من المجموعة الأغلبية وأعضاء الأحزاب المتحالفة بهدف ترسيخ مبادئ ومكاسب الجمهورية الرابعة. ابتدأت المناسبة بعدة مداخلات، منها الكلمة الترحيبية لعمدة بلدية الدائرة الأولى للوفد الزائر، ومن ثم جاءت كلمة نائب الدائرة الأولى بكر عثمان جامع طالبا من سكان الدائرة الإصغاء للرسالة التي تنصب جلها في أهمية هذه الحملة التوعوية. أما بالنسبة لرئيس البعثة فقد أوضح هو الآخر عن الهدف الرئيسي للحملة. تتذكرون أن رئيس الجمهورية أثناء تنصيبه يوم 8 أغسطس 2016 قد أعلن عن الإصلاحات المؤسسية الكبرى، وتنفيذا لهذه التعهدات التي أكدها رئيس الدولة تم إنشاء لجنة عليا للإصلاحات. هذه اللجنة العليا هي عبارة عن جهاز سياسي لإدارة الإصلاحات المؤسسية، ومهمتها تصميم وقيادة عملية الإصلاحات التي شملت تنظيم الملتقى لإتمام الإصلاحات. وبهذا فقد أطلق رسميا رئيس مجموعة نواب الحركة الوطنية للإنقاذ علي كلوتو الحملة التوعوية للنواب في الدوائر العشرة للعاصمة جمينة. وفي نفس الإطار فقد قام الوفد بزيارة إلى بلدية الدائرة الثانية، حيث كان في استقبالهم عمدة بلدية الدائرة الثانية فتي أحمد دقع. وبعد ذلك قام رئيس البعثة بتوضيح مخرجات المنتدى الوطني الذي شارك فيه جميع الطبقات التشادية. ناقش المشاركون المحاور الستة التي وردت في تقرير اللجنة العليا للإصلاحات، هي شكل الدولة، إصلاح المؤسسات الكبرى للجمهورية، نظام البرلمانيين، الإصلاح بهدف تعزيز السلام والوحدة الوطنية والاستقرار ودولة القانون والحكم الرشيد، الإصلاح القضائي وترقية المرأة والشباب. ونشير إلى أن هذه الحملة التوعوية دائرتين الأولى والثانية كانت بحضور رؤساء الأحياء والمربعات وبدورهم توصيل الرسالة في كل بيت. بعثة برلمانية تحط رحالها بمدينة مساكوري حاضرة إقليم حجر لميس، وذلك لتنظيم يوم مفتوح لإخبار المواطنين بمضامين الجمهورية الرابعة ومعرفة بنود دستورها الجديد. وبحضور حاكم الإقليم علي هارون عددت البعثة الأهداف التي خرج بها المنتدى الوطني الشامل وأهميتها في بناء تشاد الجديدة. رئيس البعثة النائب البرلماني الشيخ أبكر حسن أشار إلى أن الجمهورية الرابعة التي يريدها رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو هي دولة القانون، واختلاس المال العام فيها خط أحمر. واجب الشعب يفهم بقول في شيء جديد، في دستور جديد، في حكومة جديدة، وفي تغيير في المؤسسات الكبرى على الدولة. ده الحكومة يدور أهلنا النروب يجب تتفهم. رسائل متعددة قدمها وفد البعثة البرلمانية تناشد بالعمل وتصفية النفوس من أجل تنمية البلاد. حاكم إقليم حجر لميس علي هارون شكر البعثة على اهتمامها بتنوير المواطنين وإخبارهم بمخرجات المنتدى الوطني الشامل من أجل المساهمة في التنمية المستدامة. ودعا الحاكم المواطنين بإقليم حجر لميس لمساعدة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو لتحقيق أهدافه التنموية.